بنيا فيكم بنيا فيكم بنيا فيكم بنيا فيكم صبايا سيتا صبايا سيتا صبايا سيتا صبايا سيتا كارم نصار رئيس إدارة جمعية القلوب الرحيمي. بفضل الله احنا اليوم الرابع لوفد الجمعية موجود هنا على أراضي المغرب بعد الاستجابة العاجلة من انطلاق حملة عاجلة لأهلنا في المغرب لمتضرري الزلزال. بفضل الله لهذا اليوم الرابع قمنا بكثير المشاريع من الطرود الغذائية، من المواد التنظيف، من الدعم النفسي للأطفال، تقديم لهم الهدايا. هذا كله بفضل صدقات أهلنا في الداخل، حبهم لأهلنا في المغرب، فقمنا في هذه الحملة الحمد لله. نعم أجت هذه الهدايا كلها من الداخل الفلسطيني حتى نغيث أهلنا المتضررين في الزلزال. والله الوضع كثير مأساوي يعني جدا، ونحن نستغيث اليوم نستغيث في أهلنا في الداخل حتى يقدموا الأكثر، ونقدم ونقف في جانب شعبنا وأهلنا في المغرب. رحلة طويلة جدا، كل يوم نسافر أكثر من 4 و5 ساعات. الرحلة استغرقت ما يقارب 7 ساعات. نحن مقرنا في مدينة الناصرة في سخنين في الداخل الفلسطيني. جينا لتركيا، من تركيا إلى مراكش. جدا الوضع سيء جدا، فيعني هذا وضع كارثة، لا نقول إلا هذا يعني ما قدر الله لشعبنا. فرأينا الشعب يعني صابر ومحتسب الأجر على الله إن شاء الله.